موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. وذكر في هذا الباب حديثين. قوله وهو التراويح، يعني وهو الذي سماه الناس بعد ذلك بالتراويح، فهذه التسمية لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسمية قيام رمضان بالتراويح. وليس هذا معناه أنها بدعة، لا، بل هذا ليس من ما يقال فيه بالبدعة. لماذا؟ لأن هذا الاسم إنما هو وصف لحال الناس عند صلاة القيام، ولذلك لا مشحة عند ذلك في التسمية، إنهم سموا القيام تساهلا ويعني تخصيصا في رمضان بهذا الاسم وهو التراويح. والتراويح جمع ترويحة، والترويحة هي الواحدة من الراحة التي تكون بين ركعتين، بين كل آسف ركعتين في قيام الليل في رمضان. فالناس كانوا يقومون الليل في رمضان ركعتين ركعتين، فكانوا يرتاحون بين كل ركعتين، فسميت لذلك صلاة التراويح. صلاة التراويح، ولذلك يعني يستحب أن يراوح يعني اللي بيصلي القيام بين الركعات براحة، بين كل ركعتين براحة، بين كل ركعتين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: متفق عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه فضل قيام رمضان، إذ أنه سبب لغفران الذنوب، فالذي يقوم رمضان تغفر ذنوبه. وفي الحديث بيان الشروط التي يكون معها الغفران، يعني ليس مجرد القيام يكون معه الغفران، لا، بل لا بد من شرطين عظيمين: الإيمان والاحتساب. الإيمان بأن الله فرض ذلك أو أن الله شرع ذلك، والاحتساب الانتظار للأجر من الله عز وجل، ليس من الناس، لا رياء ولا سمعة ولا لطلب شهرة أو مال أو كذا، هذا كله ينافي الاحتساب. فمن قام رمضان إيمانا ولكن من غير احتساب، فهذا لا يدخل في الوعد الذي جاء في الحديث، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني العزيمة أمر إيجاب، ومنه قول أم عطية: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يجعل هذا أمرا واجبا محتما لازما. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: رواه مسلم. فهذا الحديث أيضا فيه فضل قيام رمضان، وأنه سبب للمغفرة، وفيه استحباب حض الإمام أو المعلم أتباعه على فعل الطاعات التي تقربهم من ربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، فيستحب للمعلم أن يرغب
الأتباع في فعل الطاعات والخيرات. وفي الحديث بيان فضيلة شهر رمضان، بيان فضيلة شهر رمضان لأنه الذي فيه القيام، فهذا يدل على فضل هذا الشهر. وفي الحديث أيضا بيان لضابط الوجوب من عدمه، بيان لضابط الوجوب من عدمه، يعني متى يكون واجبا؟ إذا لم يكن هناك شيء يصرفه عن الوجوب. وهنا في الحديث قال الراوي يأمرهم فيه من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، من غير أن يأمرهم، الأمر يفيد الوجوب، لكن لما قال من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة دل على أنه إذا صرف الأمر بأي صارف من الصوارف عن الوجوب فإن هذا يخرجه عن الوجوب. والحقيقة الإمام النووي رحمة الله عليه لم يذكر في هذا الباب إلا حديثين اثنين، وإن كانت قد وردت الأحاديث الكثيرة بفضل قيام رمضان، لكن وكأن الإمام رحمه الله اكتفى بهذين الحديثين والله أعلم. وإن كان ورد كما ذكرنا أحاديث كثيرة، لعل من أرجاها هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وقمت رمضان، فمن أكون أو ما فما مع من أكون؟ قال من فعل هذا كان مع الصديقين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو العلماء يقول الحج لم يكن قد فرض، ما زاد هذا الرجل على الواجبات الأركان؟ زاد قيام الليل، فقيام الليل مما يرفع الإنسان وخصوصا في رمضان، وقمت رمضان، فقيام الليل في رمضان مما يرفع الإنسان ودرجة الإنسان عند الله رفعة كبيرة. نقف على باب فضل قيام ليلة القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.